احمد سيد عبد النبي. انا بقول لكم من دلوقتي افتكروا معايا الاسم ده، احمد سيد عبد النبي، لو احنا بنتكلم عن باك رايت للنادي الاهلي احمد سيد عبد النبي، وافتكروا معايا الاسم ده. ابو حميد بنرحب بيك على قناه الاهلي ونقول لك الف مليون مبروك على البطوله، بطوله غاليه، بطوله 2001. ربنا يخليك يا كابتن اسامه، طبعا شرف ليا حضرتك الكلام اللي انت قلته عليا، والالف مبروك للنادي الاهلي، والف مبروك للرجاله والجهاز الفني وكل والناس كلها يعني الحمد لله. قولوا لنا بقى او ورونا دلوقتي يا عماره لو سمحت الهدف الحلو اللي صنعه احمد سيد عبد النبي من ناحيه اليمين، الهدف اللي احنا كنا بنعرضه من شويه. احمد سيد قول لي انت ما شاء الله طلعت الفريق الاول مع النادي الاهلي ومسجل في القائمه الافريقيه برضه صح؟ طلعت في اول السنه دي الحمد لله، يعني ربنا كرمني وقدرت اطلع السنه دي في اول السنه دي الحمد لله يعني. وفضلت معاهم فتره ونزلت تاني بعد كده، طلعت معاهم فتره تاني. هتطلع تاني ان شاء الله وهتلعب وهتاخد فرصتك وانت وكل زمايلك الموجودين معانا على ده. الهدف، الهدف ده كان في مباراه ايه؟ انتاج. الانتاج، انتاج الحربي. طب احكي لنا، احكي لنا وكلمنا على الهدف انت متمرنين عليها ازاي؟ قول. احنا متمرنين على الكوره دي اللي انا لما بروح على الخط المهاجمين كلهم بيقطعوا واحد على القريبه والتاني وراه. انا شايف احمد سيد عبد النبي قطع العارضه الاولى. احمد غريب قطع العارضه الاولى وانا وراه وبعد كده رضا. وبعد كده رضا لازم تكون الكثافه في 8. لما اتلعبت بالعرض غريب طلع ورضا حطها. لا بس كمان التعديه هناك حلوه، فيها مهاره وداخل ال 18 ورافع عينك، يعني انت مش بتلعب اي حاجه يعني، يعني لعبه ما يعني فات عليها تدريب وفيها موهبه كمان. طبعا بشكر كابتن ياسر رضوان طبعا عشان هو اللي علمني الحركه دي طبعا، ان انا لما اروح على الخط ارفع عيني قبل ما العب الكوره. خلي بالك كابتن ياسر رضوان كان باك رايت عالمي. انا طبعا بحب اشكره طبعا ان هو استفدت منه كتير قوي السنه دي. قلنا استفدت منه ايه؟ استفدت منه ان هو علمني ازاي اقف في الملعب، ازاي اتحرك، ازاي علمني ان هو ازاي حركني في الملعب، ازاي انا ما اتعبش نفسي، ازاي لما اجري هنا اجري هنا، لما الكره تبقى فين اقف فين كده. مظبوط، تمركز يعني. خلى انا نفسي زاد شويه كويس قوي.